لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران بإحراق الأرض وتدميرها، بل راحوا يحاولون إحراق البحر وقطع طرق الملاحة والتجارة الدولية عبر استهداف ناقلات النفط أو الناقلات التجارية المتجهة نحو الخليج العربي. شركة هافينا البريطانية أعلنت عن هجوم استهدف ناقلة نفط تابعة لها سبب انفجارا واشتعالا للنيران على متنها أثناء تفريغ حمولتها في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر، وهو ما يعيد الأذهان إلى الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط دولية في منطقتي الخليج العربي والبحر الأحمر خلال العامين الماضيين. البحر الأحمر أحد أهم الممرات الدولية عبر مضيق باب المندب وخليج عدن، وله أهمية جيوسياسية كبيرة لوجود عدد من الجزر ذات الأهمية الأمنية والعسكرية البالغة في محيطه، وهو ما يجعله هدفا استراتيجيا للميليشيات الحوثية الموالية لإيران. المراقبون اعتبروا أن استهداف الناقلة البريطانية يحمل رسائل سياسية إلى السعودية للضغط على واشنطن حليفة الرياض بشأن توجه أمريكي لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دولية. السلطات السعودية لم تؤكد استهداف الناقلة على الفور، غير أن الشركة المالكة أعلنت عنه، مبينة أن الهجوم سبب أضرارا في جسم الناقلة غير مستبعدة حدوث تسرب للنفط. شركة المعلومات البحرية درايد جلوبال في لندن قالت إن الانفجار استهدف الناقلة ليلة الأحد على الاثنين عندما كانت تقوم بعمليات في المرسى الرئيسي في مرفأ أرامكو في ميناء جدة، لكن حادث استهداف ناقلة النفط البريطانية الجديد سبقه حادث آخر قبل نحو شهر استهدف ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء الشقيق في جنوب السعودية. مصدر سياسي يمني قال إن الحوثيين يريدون توجيه رسائل سياسية إلى السعودية لتعقد أوضاعهم المالية والعسكرية بسبب تشتت قواهم على عدة جبهات، وهو ما يؤكد فرضية الرسائل السياسية التي يريد الحوثيون إيصالها إلى الرياض. هذا الهجوم يذكر بالهجمات التي وقعت في أيلول عام 2019 والتي استهدفت منشآت نفطية لشركة أرامكو أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، فانخفض إنتاج السعودية إلى النصف مؤقتا ما سبب اضطرابا في الأسواق العالمية.